ايه اللي يخليكي تروحي تقابلي واد زي ده من ورا جوزك؟ ماشي يا زبان، مش انت بتشك فيا انا؟ طب روح شوف مراتك بنت البشوات بتعمل ايه؟ بقول لك يا بت، نمر النسوان البلدي دي انا حافظها اصم، عايزه تشككيني في مراتي عشان تخلعي من البلوه اللي انت عاملاها. لا، البلوه بقى اللي بجد. يعني ايه شحنة اتصدرت؟ اكيد في خاين هو اللي بلغ الجمارك. هو في ايه؟ مفيش شحنة اتصدرت ولا حاجة. الله، ايه اللي خلاك تجيبني على بلا وش الفجر كده؟ كنت عايز اشوف وشك وانت شايف الصور دي. أنا مراتي اللي كانت عندك. مراتي اللي كانت عندك يوم ما جيت زرتك. وأنت زي الجبس الأبيض ما بتتحركش ولا في دماغك. أنا عايز أفهم. وأنا اللي مغفل قوي. ها؟ ولا أنت اللي مسك قوي؟ الكلام ده مش حقيقي. لا مراتك ولا واحدة تانية. الصور بتقول إن أنتوا كنتوا مع بعض. متركبة فوتوشوب. اللي بعتها لك عايز يوقع بيني وبينك. أنا طول عمري الراجل بتاعك. اشمعنى دلوقتي يعني؟ عايز افهم يا اخ. تيري شيطان اللي ستاك اللي يسمعك يصدق ان احنا بالنهار واحنا في عز الليل. انت ايه بالظبط؟ والله العظيم الكلام ده ما حصل. الكلام ده لو انا ما جبتش الناهيه. يعني ايه؟ يعني اكرام الميت دفنه. يومنا يومنا. ايه يا زيدان تصحيني ليه؟ قومي عشان هنخرج مع بعض دلوقتي. ايه ساكن دلوقتي؟ جهز لك مفاجأة ما تحلميش بيها، حاجة هتعجبك قوي هتليق عليك كمان. تبتدي ايه؟ بقولك ايه، الفكر بتاع اللي انا كنت عايزاه منك. اصبري على رزقك. عايزك تلبسي احلى فستان عندك واغلى طقم الماس. عايزك النهارده تبقي ملكه. انا هستناك في العربيه، ما تاخريش عليا. حاضر. Thank you.
اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.